الجهود، واحنا نبقى مجرد طرف من بين اطراف عده، ونتضامن معا وتتضافر جهودنا معا ونعمل معا من اجل نفس الهدف. لا قيمه ابدا لتشتيت الجهد في هذا الاتجاه. احنا كلنا اصحاب مصلحه في توفير الضمانات اللازمه والضروريه لاجراء انتخابات ديمقراطيه رئاسيه نزيهه. احنا كلنا اصحاب مصلحه في الوصول الى مرشح واحد لكل القوى الديمقراطيه والمدنيه اذا امكن ذلك. فانا ارجو منهم ان هم يتحلوا بسعه صدر وان ينفتحوا شان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على بقيه المبادرات، وبشكرهم انهم قبلوا استضافتنا لمؤتمرهم الصحفي. ويعني بس اسمحكم بقى ان انا اسيب لهم المؤتمر وما افضلش نفسي عليهم اكثر من كده. الرحيم سمحوني باسمي وباسم زملاء الدار المكتب السياسي الحاضرين معكم، استاذ ايمن عويان واستاذ شريف الريابي واستاذ محمد بركات اعضاء المكتب السياسي. ان انا اشكر حزب مصر الديمقراطي ورئيسه الاستاذ فريد زهران، وايضا باسم الدكتور صاحبك ايضا نوجه هذا الشكر للحزب المصري الديمقراطي والاستاذ فريد زهران. ربما تعلمون جميعا انه ربما كان من شهور ان احنا ممكن نعقد مؤتمرنا في قاعات صحفيين او في قاعات محامين او في اماكن اخرى، لكن للاسف مساحات التعبير عن الحريه بتتاكل في مصر الى ان وصلت الى الثلاثة متر اللي في سن النقاط الصحفي. مبادره الفريق الرئاسي هدفها انها تنحاز لفكره تخدير السن، لانه لديها قناعه كامله ان المجتمعات اما تتغير سلبيا على صناديق الانتخاب او تتغير بالعنف. وبنعتقد انه سد منافذ التغيير السلبي معناها تحديدا دعوه للعنف ودعوه للتغيير العنيف. نحن نحاول ان نشارك هذا الوطن في ان نمنع التغيير العنيف، بان نفتح نوافذ هذا الوطن الى امكانيه التغيير السلبي عبر صناديق الانتخاب. رؤيتنا بتقول انه اي منافسه انتخابيه تعين قواعد اللعبه تكون واضحه ومعروفه، والمعايير في العالم كله فيما يتعلق بالانتخابات وخاصه الانتخابات الرئاسيه لابد ان تتوفر فيها مجموعه من الضمانات. واظن حضراتكم اطلعتوا على ال 12 نقطه اللي الفريق الرئاسي توافق على انها تكون معايير مقبوله تسمح انه ندعو الناس، وان الناس هذه المعايير بصرف النظر عن دعوتنا او دعوه غيرنا ستشارك. اظنكم تذكرون جميعا انه استفتاءات على دستور تعديلات دستور 1971 كنتم جميعا تشاهدون طوابير ممتده بطول مصر وعرضها. واظنكم ايضا في دستور 2012 الرافضين تحديدا للتعديلات في دستور 2012 في مدينه نصر عملت بفكره انه لسه والسيدات مصر كلهم في التغيير، وكان مظهر ديمقراطية عظيمة. لعلكم تذكرون أيضا أن دستور 2012 حصل فيه غياب في التغيير، وكانت المسألة واضحة جدا، الناس عازفة عن ذلك. وأظن في الانتخابات الرئاسية تذكرون أيضا القنوات الفضائية كلها كانت تكاد تكون بتطلب وتلتمس وتتحايل على الناس أنها تنزل الانتخابات، وده حصل كمان في دستور 2014. احنا بندرك انه احنا لابد ان نقدم لهذا الوطن باما للتغيير السلبي كي لا يتمكن اصحاب دعوات التغيير العنيف ان يجدوا منفذا يعرضون في هذا الوطن الى الخطر. هذه هي الرؤيه، والضمانات التي قدمناها تتراوح بين الغاء حرب الطوارئ، لانه لا يمكن في انتخابات رئاسيه من حرب الطوارئ، لا يمكن في انتخابات رئاسيه تكون تنافسيه والى اخره معروفه، ايضا لا يمكن ان تتم انتخابات رئاسيه في ظل هذه الاجواء وهذا المناخ. يعني الفكره انه المناخ العام ربما يكون هو اكثر ضمانه فيما يتعلق بالانتخابات. للاسف المناخ العام سيء. احنا كل يوم بنصحى نلاقي ناس مقروءه لمجرد انه كتب بوست على الفيس او هذه اجواء لا تدعو ابدا على الاطلاق انه هتتم انتخابات رئاسيه جيده.
ان انتم بتقدموا مبرر لدعوات التغيير العنيف وقولوا انتم راهنتوا على تغيير السن وما تفشل في رهانكم على تغيير السن. هذا النظام لن يصلح مع التغيير العنيف. وانتم بدعواتكم لمشاركه الناس في الانتخابات انتم بتمدوا اجله. احنا كمان بنقول احنا مش مستعدين ابدا كفريق ان احنا نشارك في مسرحيه على الاطلاق. قالوا في النهايه الجماهير هتغيب والناس هتغيب ومش هديك شرعيه وهتلتف عنك. فدي كانت الخطوط يعني العامه اللي تتعلق بالمبادره. انا عايز اقول للدكتور عصام حجي كان المفروض يكون موجود، لكن ايضا فيما يتعلق بالمناخ ان الدكتور عصام حجي الذي كان مستشارا علميا للرئيس المؤقت عادل منصور بيحاول يجدد جواز سفره بره مصر مش عارف. فانت تصور الدكتور عصام حجي عايز ينزل مصر يجدد جواز سفره مش عارف، وصعب عليه يستخدم جواز سفره الفرنسي بقى عليه تاشيره مصريه. يعني هو لو الظروف طبيعيه كان الدكتور عصام حجي موجود معانا موجود في قلب المؤتمر، لكن انا عايز يعني تكون مثال للمناخ السلبي الموجود ان الدكتور عصام حجي شغل منصب مستشار علمي للدكتور عادل منصور مش عارف يجدد جواز سفره. فعليكم يعني خدوا بقى الخط على استقامته في اوضاع اخرى، وتخيلوا كم هو المناخ الموجود مناخا سلبيا فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسيه، وانه رغم ذلك نحن نتطلع الى تحقيق الضمانات التي عرضناها في البيان الاخير وهي 12 ضمانه. اذا تم ذلك سنشارك في الانتخابات الرئاسيه، سندفع المشاركه في الانتخابات الرئاسيه، سنستشهد ساعتها اننا اغلقنا باب التغيير العنيف في هذا الوضع. اتمنى ان السلطه يصل لها هذا الصوت عبركم، وان احنا جميعا نحاول ان نضع مصر في مصاف الدول التي تحل معضلاتها السياسيه عبر ورقه الانتخاب الشفافه والنزيهه. فكنا احنا في مباريات كره القدم زي الاهلي والزمالك وبنجيب حكام اجانب وفي اللعبه بنوضع لها معايير وبنوضع لها اجواء مختلفه، ما بالك اذا كانت المساله متعلقه بالوطن؟ الا تستحق ان احنا نتدارس فيه؟ الامر التالي انه الاهم انه بدون هذه الضمانات مشاركه اي حد في انتخابات تفتقر للضمانات هو يعني مشاركه في مسرحيه لم تنطلي على القطاع الواسع من الشعب المصري، وان النتيجه الاساسيه هتكون فيها ان الطوابير هتكون فاضيه وان احنا هنكرر نفس السيناريو والقوات الفضائيه هتحارب على سبيل الانتخابات وهنبدو امام العالم كما لو اننا مصرين على ان نبقي الاستبداد على ما هو عليه، وبالتالي نبقي احتمالات التغيير العنيف التي لا نرجوها ولا يرجوها احد لهذا الوطن. كل الاسماء المطروحه من الانتخابات وبتطرح نفسها سواء الاستاذ خالد علي والاستاذ معصور السفير معصور مرفوع كلها اسماء جيده جدا وطبعا وغيرها ممكن ان تطرح نفسها، لكن الفكره الاساسيه نحن نتحدث عن قواعد الدوله. اسمحوا لي بس الدكتور عصام من الخارج هيتكلم ثلاث دقائق وحاضر. Thank you.
مشهد كان بيتقال ملناش بديل على المشهد الحالي اللي احنا فيه، ان لا بديل
اخواننا وزملائنا واصدقائنا الصحفيين تفضلوا على ان يكون سؤالا واحدا من كل اللي عنده اسئله تفضلي. احنا بس مانقين بالضمانات وحاطين عينينا على الشارع وحاطين عينينا على الكوره السياسيه المختلفه ومستعدين نتجاوب مع كل المبررات الموجوده والسياسه كل يوم تتغير. احنا واعيين قوي لكل التطورات اللي بتحصل ورصدين اي تطور. نتمنى ان تكون التطورات اللي احنا بنفاجئ بها صباح كل يوم تطورات ايجابيه، لكن للاسف لا نفاجئ بها تطورات سلبيه. كثيرة عن مرشحين من منطقات مختلفة، كل تيار يطرح اسما، كل مجموعة تطرح مرشحا مختلفا. أستاذ حمدين صباحي لما ظهر في مؤتمر الاندماج أعلن بشكل واضح إن هو بيوجه دعوة للتوافق للاتفاق، يعني فيما معناه إن كل من يسعى لطرح مرشح على الساحة كل الناس دي تتجمع، كل الناس دي تتفق في كيان واحد في جبهة واحدة. لماذا لم يتم الاعلان عن هذا رغم ان الاستاذ الدكتور حسن حجي قال انه سعيد بوجود مرشحين مختلفين وتعدد المرشحين؟ فهل المبادره هتوجه الدعوه لكل من طرح اسمه بشكل فرد او كل حزب او مجموعه طرحت مرشح؟ طيب الاجابه على الاسم الايه؟ هل المبادره فعلا عندها استعداد لده ان هي توجه الدعوه للجميع يتفقوا على مرشح واحد او على مجموعه مرشحين ويتم انتقاء مرشح من هذه المجموعه؟ هي اساس المبادره اساسا انها جسر توافقي ما بين جميع القوى المدنيه المؤمنين بالدوله المدنيه. هي جسر توافق لانهاء الاختلافات والشرذمه والتشرذم اللي موجود ما بين رفقاء الدار وما بين موجود ما بين الارضيه المشتركه الواحده. فعلا هنسعى جاهدين بعد المؤتمر ان شاء الله، وقد بدا بالفعل بعض الاتصالات ببعض الاحزاب. احنا قاعدين النهارده في حزب على ارضيه مشتركه معاه بيرحب بمبادرتنا على ارضيه مشتركه من حيث الدوله المدنيه، على حيث الارضيه المشتركه من ناحيه الضمانات اللي احنا طالبينها. هنتوجه لجميع الاحزاب، هنتوجه لجميع القوى المدنيه بشخصياتها العامه، بشخصياتها الوطنيه، بكل انسان مصري مؤمن بالدوله المدنيه. احنا هنمد ايدينا وهنسعى له وهنروح له، وهنبدا ان شاء الله لجنه الطرح السياسي بوجه الاستاذ شريف.